اهلا وسهلا. هقول لكم على طريقه دجاج بس بثلاثه مكونات. عندنا دجاج مقطع شرايح، صوص الخردل والعسل، بريتزل مفتفت. حنغلف الدجاج بصوص الخردل والعسل لين ما يتغلف تماما، وبعدين حنحطه على البريتزل المفتفت ونغلفه. حنرصهم في صينية محطوط عليها ورق مشمع، بعدين حنخبزه في الفرن على درجة 175 مئوي إلين ما يحمر الدجاج لمدة ربع ساعة. بعد ما يستوي الدجاج حنخرجه من الفرن ونقدمه.